اتمنى لك. هذه المصيبة نسبة التغاوض. بطل العربية رخص لو سمحت. دي رخصة ملاك زي بتسوق بيها تريلا يا جدع انت. على مؤاخذة يا باشا، غلطة ومش هتتكرر. الشحنة دي فيها ايه؟ دي كلها يا باشا، كلها لزوم الدباغة. بطيقكم لو سمحت. ايه؟ بطيقكم لو سمحت. ليه بس يا باشا؟ هو في ايه؟ تفتيش. انزل يا اخويا انت وهو. اديله. دي طبلت يا معلم. اسكت خالص. ما تعمل حاجة يا اشرف، انت مش ظابط. دي المصيبة. انزل بس انزل. انزل. تعال الصندوق ده. ليه بس يعني يا باشا؟ ما احنا لسه متفتشين جوه في المينا وكله تمام. دي اوامر وتعليمات. افتح الباب ده حالا، خليني افتش. حاضر بس افتح بينه ضاع. عايز من شافك يا ابو اشرف. فينك يا راجل؟ تخونك برضه ايام الكليه. منتصر وحشني والله العظيم، وحشني. هو يا راجل يروح السجون ما يسالش على حبايبه في مرور؟ مشاغل بقى منتصر، وانت عارف. ايه يا عم، وانا نايم في حضنك ولا انت مش مبسوط انك شفتني؟ لا لا ابدا. منتصر ازاي؟ بس اصلي تعبان شويه، وبعدين وانا جاي في السكه عربيتي عطلت، فخليت الجماعه ياخدوني معاهم في سكتهم. الله، هم الجماعه دول مش اخواتك؟ اه اخواتي. بس انت عرفت ازاي؟ ده انت مش مركز معايا خالص من البطايق. ايوه اعذرنا يا منتصر، كان يوم صعب قوي النهارده، وبعدين حاسس اني تعبان، داخل عليا دور برد. الف الف سلام عليك يا صاحبي. هات المبتاع عشان نفتش. خلاص يا شعبان، دول تبعنا، عديهم، ده الغالي واخواته. اهلا يا بواب. اهلا بيك. انما خير يا باشا؟ ليه الدوشه دي كلها؟ ابدا، عندنا اخباريه عند دخول شحنه مخدرات واقفين عشان نظبطها. اخي انا مش فاهم ازاي الناس بيجي لها قلب التاجر في الحاجات دي. دي قله ادب والله يا باشا، الله يكون في عونكم. متشكر يا منتصر، اشوفك على خير ان شاء الله. بقول لك يا اشرف باشا، تحب ابعت لك بوكس يشد لك العربيه؟ لا لا مفيش داعي، انا كلمت التوكيل يجي ياخدها. ماشي يا صاحبي، بس وبكلمني. هكلمك. اشوف وشك بخير. في امان الله يا منتصر. مع الف سلامه. مع السلامه. سلام. سلام يا باشا. وده الكلام. شفت بقى؟ ظبوطيتك هي اللي ظبطتنا. ربنا يستر. ده انت كئيب قوي. يلا.